الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد عامل الإقليم المحترم، سيد رئيس المجلس العلمي، أستاذنا الفاضل الأستاذ الفقيه والعالم الأستاذ الحسين وكاك، السيد رئيس المجلس الإقليمي، سيد النائب البرلماني وكافة المنتخبين الحاضرين معنا، السادة المسؤولون الإقليميون مدنيون وأمنيون وعسكريون، السيد مدير دار مغاربة العالم بمدينة تزنيت، السيد رئيس جمعية بلاد المغرب الشريك الأساسي للجماعة في تنظيم هذا النشاط، ضيوفنا القادمين خارج إقليم تزنيت وخارج أرض الوطن، السادة رجال الإعلام والصحافة، أيها الحضور الكريم، سيداتي سادتي، نحن سعداء جدا وفرحون جدا أن ننظم هذا اليوم وأن نحتفي باليوم الوطني للمهاجر الذي ينظم كل سنة في 10 أغسطس من كل سنة منذ إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا اليوم سنة 2003. ففي هذه اللحظة وفي هذا اليوم يحتفل المغاربة جميعا، جميع المؤسسات الوطنية بالمغاربة بأبناء المغرب المقيمين خارج أرض الوطن. وبطبيعة الحال هذا الاحتفال بالمغاربة ليس فقط لأنهم يقدموا واحد إضافة نوعية وكبيرة تنمويا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا لبلدهم، ولكن لأن المغربي ثبت أنه قبل هذا وبعد هذا هو سفير للمملكة المغربية أينما حل وارتحل، فثبت أن المغربي يحمل معه أينما كان القيم ديال الهوية المغربية، الإسلام المغربي المعتدل المنفتح، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر، قيم التعاون مع الآخر، قيم الاندماج، هذه القيم كلها. فإذا بالتالي فالمغربي خارج أرض الوطن هو سفير لبلده، سفير لوطنه، سفير لشعبه، سفير لأمته. والمغاربة المقيمين القاطنين المقيمين بالخارج في هذه اللحظة تلعب واحد دور هام ورئيسي لا مزدوج، ليس فقط في الاقتصاد ديال المغرب ولكن هذا هو المهم، تلعب دور رئيسي وهام في الاقتصاد ديال البلدان التي يقيمون فيها. فالجميع يعلم ان واحد عدد ديال البلدان الاوروبيه بنيت بسواعد المغاربه، خصوصا مثلا بعض الدول التي عانت من الويلات ديال الحرب العالميه الثانيه اللي تبنى عليه الاقتصاد الفرنسي مثلا، هم المغاربه اللي كانوا خدامين في فرنسا في الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، ولكن ما اكتفوش ببناء تلك الاوطان ولكن ايضا ساهموا مساهمه كبيره وفعاله في بناء بلدهم المغرب. قبل ما يكون العمل الجمعي منظم في المغرب وقبل ما نعرفوا هذه الحركيه ديال النسيج الجمعوي اللي كانوا دوزوا يعني حفروا الضفائر اللي تجمع المياه وبنوا الديور في اعالي الجبال وشقوا الطرقات، هم ابناء المغرب المقيمين خارج ارض الوطن، ولا زال هم الذين بنوا المدارس العلميه العتيقه، هم الذين بنوا المساجد، هم جميع الخيريات دور الطالب، يعني واحد مساهمه رئيسيه واساسيه، والمغرب ونحن نعترف لهم بهذا الدور وبهذه المساهمه، واحتفالنا واحتفاؤنا بهذا دليل على هذا الاعتراف وهذا الوفاء. والان يبلغ عدد المغاربه المقيمين بالخارج حوالي ازيد من 5 مليون نسمه، يعني ما يقرب من 15 مليون من الساكنه المغرب، وهذا رقم مهم جدا. وإلى الى الى مشينا للمجال الاقتصادي، الارقام الاقتصاديه اليوم تقول ان التحويلات ديال المغاربه المقيمين خارج ارض الوطن يعني تفوق 6 مليار ديال الدولار، يعني ازيد من 6000 مليار، وتاتي في مقدمه تحويل العمله الصعبه التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. سيداتي سادتي، لا اريد ان اطيل كثيرا، نحن في جماعه تزنيت بطبيعه الحال اخذنا واحد العدد ديال الاجراءات، اولا لخدمتي ولتسهيل ولهؤلاء ابناؤنا المقيمين بالخارج، على راسها اننا الان ضمن المداومه يوم السبت باش نسهلوا لهم يقضيوا الاغراض ديالهم في هذه الفتره القصيره اللي غادي يدوزوها في المغرب. الجماعه ديال تيزنيت المجلس منذ المجلس السابق مشكورا هو الذي بادر الى تاسيس دار مغاربه العالم بمدينه تيزنيت، وهي ثالث 3 دور تعنى بشؤون المهاجرين على الصعيد الوطني، يلاه كاينين 3 على الصعيد الوطني كله، مدينه تيزنيت تحتضن احدى هذه الدور 3. بعد التوجيهات صارمه لجميع الموظفين
والاطر ديال المجلس الجماعي باش تقضى الاغراض ديال العمال ديالنا خارج المغرب مقيمين خارج المغرب في اقرب وقت وبدون مماطله نظرا لطبيعة الحال الاكراهات ديال العطله والانسان والسرعه وخصوصا ايضا ان الان تنهضروا على الجيل الرابع ماشي ما بقاش لا الجيل الثاني لا الثالث الان الجيل الرابع والجيل الرابع اللي خارج المغرب تيحمل ايضا افكار جديده حول الاداره تحديد ديال الاداره قضاء الاغراض في اقرب وقت الاداره الالكترونيه الى غير ذلك من الامور اللي ايضا حنا تنحاولوا اننا نندمجوا فيها على اساس انه يحس ان المغرب بلد يتغير ويتجدد ويتطور دائما نحو الاحسن وهذا الشيء تعترفوا به واحد عدد ديال الابناء ديال اللي سولتي تيقول لك المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال 2000 وما قبل 2000 الان الحمد لله كاين يعني كاين مشاريع كبيره اوراش تحلات طرق سياره الى غير ذلك اللي الجميع تعترف به وتعترفوا ان هذا ما زلنا في بلد ديالنا ما زلنا في بدايه الطريق والامور كثيره ولكن اللي مهم هو ان هناك اراده سياسيه وهناك رغبه اكيده في ان 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 تقضى الحاجيات والاغراض وتسهيل الماموريه والمهمات والانتظارات ديال هؤلاء ديال الابناء ديالنا ايضا في المجال الرياضي موازنه مع هذا الاحتفال ضمن دوري ديال كره القدم من طرف احدى الجمعيات التي ايضا اشكرها بهذه المناسبه وهذا الرياضه من المداخل ايضا الاساسيه لادماج واندماج الابناء ديال المهاجرين في مجتمعاتهم المحليه يبدو مجتمعاتهم المحليه وبخصوص مدينتهم مدينه تيزنيت نحن في الجماعه ايضا قد انهينا الترتيبات تقريبا لتنظيم ملتقى ان شاء الله تعالى حول الاستثمار سيهم بالدرجه الاولى ابناء المدينه وابناء الاقليم داخل وخارج المغرب الذين المهتمين بمجال ديال الاقتصاد وديال الاعمال وديال التجاره وديال الاقتصاد وسنعلن عنه في حينه وسندعو له جميع ابناء ديالنا المهاجرين وما في الاخير يعني ارحب ايما ترحيب بالساده ابناء المدينه وابناء الاقليم من ابناء المنطقه المقيمين بالخارج الذين سنحتفي بهم بعد قليل وشكرا لكم جميعا على أرض مدينة تيزنيت.